سي عبد الحميد اهلا وسهلا مرحبا بك. وسهلا. شكرا لك على القبول للدعوه دي. طبعا الحال فبراير معروف عند التلاميذ وانت راجل تعليم اولا واخيرا، يعني ما الذي يمثله شهر فبراير عفوا في مسار التلاميذ والاسره ككل؟ شكرا اولا سي منير على الاستضافه، ثانيا اسمح لي نعبر على واحد السعاده خاصه ان تكون دائما انفاس بريس باعتبارها مؤسسه اعلاميه كبيره كتاخذ ما يتعلق بالاجيال الغد اللي غادي تنمي بلادنا اللي هما التلمذات ضمن اهتماماتها الاساسيه والكبرى، وعلى راس هذا الشيء ما هو تربوي وما هو تعليمي. ثانيا وجوابا على سؤالكم فيما يتعلق ماذا يشكل شهر فبراير بالنسبه للتلامذ في مسارهم الدراسي وفي الموسم الدراسي ككل، فبراير هو واحد المحطه اللي التلميذ كيكون تلقى النتائج ديال الدوره الاولى، واحد جوج كيكون عاش واحد الدوره بكاملها بالفروض ديالها بالدروس ديالها بالحضور بالغياب يمكن بالمرض يمكن بعلاقات ايضا مع المدرسين مع التلاميذ مع المحيط الى اخره، ولذلك سيشكل واحد المحطه تقييميه كيقول فين نجحت وفين خفقت. النجاح كيترجم بالنسبه للمدرسه كيترجم عبر نقط ومعدلات، والمعدل كيعكس لنا تحقق الهدف ديال الوليد في المسار الدراسي ديالو. بمعنى كل الا كان المعدل كبير شنو كيجعلنا اننا الوصول للهدف ديالنا في نهايه الموسم الدراسي كيكون سهل، كل ما كيكون المعدل شي شويه هابط كل ما كيخلينا كل كيفرض على التلميذ انه يراجع ما يجب مراجعته والاخطاء اللي قدر يكون وقع فيها وما عرفش كيفاش يبني الاهداف ديالو باش يوصل للنجاح المفترض اللي خصو ينجح له. بالنسبه لطبيعه الحال ملي كنتكلموا على شهر فبراير كيكون هذا التجاه، كيف ممكن نتكلموا على الدور ديال الاسره ولا الدور الاجتماعي؟ نعم هذا سؤال مهم بزاف. علاش؟ واش التلميذ كيقرا لوحده وينجح لوحده؟ اكيد لا. التلميذ لما كيفشل راه فشل المدرسه وفشلت الاسره ديالو وفشل المحيط فشل المجتمع فشل هو فشل المنظومه التربويه ككل. الى نجح هادو كلهم كيكونوا نجحوا. بمعنى اخر الاسره هي واحد العنصر اساسي في النجاح ديال التلميذ. علاش؟ لان التلميذ شحال كيقضي ديال الوقت في المدرسه وشحال كيقضي ديال الوقت داخل الاسره ديالو، معناه ان الوقت الكبير كيقضيه داخل الاسره وهنا كيدخل الادوار. كل ما كان الاب كيتواصل ولا الاسره كتتواصل مع ولدها على اساس العنف على اساس التهديد على اساس مع غياب التحفيز غياب الدعم غياب المساندة لهاد الوليد ديالهم اكيد يقدر يوصل لواحد المرحلة اللي ما يحققش النجاح ديالو. وحنا كنعرفوا ان في فبراير الوليد كيبقى يصيبوا شوية للخوف من النجاح، يقدر ينجح ما ينجحش يقدر يجيب واحد نقطة التميز ولا ما يجيبهاش، ثم ان الوقت ديالو كيبقى يرتبك فيه ما كيعرفش ينظمه. وهنا الدور الاسرة خاصة تدخل بواحد الشكل كافي وغادي نعطيها في عناصر صغيرة جدا. واحد خاصها تعرف كيفاش تحفز الولد ديالها من اجل النجاح. جوج ما خصهاش تهدد، كله تهديد، ومع السن ديال الوليدات اللي فيه المراهقة وغيره يقدر يؤدي الوليدات للعناد وبالتالي يكونوا هما الضحية ديال هذا القرار الخاطئ. ثلاثة يساعدهم كيفاش ينظموا وقتهم. أربعة يساعدهم كيفاش يوصلوا للهدف ديالهم. خمسة ينظموا لهم العلاقات أيضا ديالهم لأنها محدد أساسي. وكل ما كانت الأسرة جزء من النجاح ديال الوليد كل ما كان الوليد كينجح في وضعية مريحة وكيمشي للامتحانات ديالو والمسار ديالو والمشروع الشخصي ديالو وحياته كيمشي لها بشكل ناجح. ملي كنتكلم على الدور الاسره طبعا حتى الدور ديال المجتمع ككل، يعني الاقرباء ديالو المحيط العائلي ديالو المحيط ايضا حتى على مستوى الشارع، شنو هو الدور ديال هاد المؤثرات هذه في هاد المسار ديال التوجيه؟ نعم هذا كيحن على واحد السؤال صغير، واش التلميذ مفصول على المجتمع؟ ابدا، التلميذ راه هو جزء من المجتمع، عنده خالو عنده عمو عنده جيرانه كيسكن في عمارة فيها 20 ابارتومون 20 أسرة بالمحيط ديالو، كينتقل في الشارع عنده أصدقاء عنده علاقات كثيرة للأصدقاء العائلة أصدقاء ديالو إلى آخره. هادو ثم بالإضافة إلى وجود مؤسسات بحال مؤسسات المسجد مؤسسات الإعلامية مؤسسات المجتمع المدني أنشطة الحياة منخرط في أشياء كثيرة. هادو واش كيشكلوا عنصر ديال النجاح ومساهمين في نجاح التلميذ ولا لا؟ بكل تأكيد وجوابا على سؤالكم هادو عندهم واحد الدور كبير جدا. كل ما لقينا مثلا برامج على المستوى الإعلامي فيها توجيهات فيها تنبيهات للوليدات
فيها كدعوم كيفاش نظموا وقتهم مثلا ولا ينظموا علاقاتهم الانشطه ديالهم الحياه ديالهم. كل ما كانت العائله ايضا عنصر موجه، راه ما يمكن ليش انا مثلا ولد خالتي مشى في المسار ديال واحد الشعبه معينه وانا بالضروره نتبعه، لا، راه الشعب ولا الميولات ديالنا كتمشي وفق الميولات ديالنا وفق الطموحات وفق الاهداف ديالنا الى اخره. ولذلك وباختصار شديد، المجتمع بكل مؤسساته وافراده وهيئاته وكل متدخلين فيه هما جزء من المساهمة في النجاح ديال التلامذة. كنوفروا له وقته، كنساعده، كنهيئه ايضا للنجاح. راه ملي كتلقى واحد الشيخ في داخل الشارع كيتلقى تلميذ وكيقول له ولدي فاش كتقرا، الا قال ليه في البكالوريا كيقول له والله يكون في عوانكم هاد العام البكالوريا صعيبه ولدي، هذه كلام سلبي. ولكن اللي كيقول له فاش كتقرا في البكالوريا انت تبارك الله عندي فيك ثقه ولدي، انت شجاع تبارك الله، غد ما دمتي وصلتي للبكالوريا انك قادر تنجح وقادر توصل، معناه ان الدور ديال المجتمع هو دور تحفيزي، دور ديال البناء، دور ديال المساعده ديال الوليد، واكيد يوصل له النجاح الا كان تدخل للجامعه. انا تكلمت سعد حميد على ولد خالتي، هذا النموذج واش هو دائما نموذج محفز ولا بالعكس محبط للتلميذ؟ النموذج النماذج الاجتماعية في العلاقات مع التلميذ بالخصوص فيها ما هو يمكن اللي فيها الإحباط وفيها اللي فيها التحفيز والتشجيع. كيفاش كيكون التحفيز والتشجيع؟ هو اللي ما كيكونش قائم على العنف، اللي ما كيكونش قائم على الأمثلة السلبية، كيقول له مثلا إلا ما قريتيش راه ما غادي يطردوك، إلا ما قريتيش غادي تفصل، إلا ما قريتيش غادي تخرج الشارع. خصنا نبدلوا الصورة، إلا قريت راه غادي تصبح طبيب، إلا قريت غادي تصبح محامي، إلا قريت غادي تمشي لشي حاجة تحقق الطموح ديالك، إلا قريت غادي توصل لغدا لشي أهداف كبيرة، لاحظتي؟ دونك كنقلبوا غير الصورة. فوقاش كنكونوا محفزين؟ هو لما ننظر إلى الكأس الجانب المملوء فيه وفيه كنشتغلوا وكندعموا القدرة التلميذ والوليد اللي يقدر يوصل للباك ويقدر يوصل للسادس ويقدر يوصل للثالث إعدادي، هذا باعتبار من الامتحانات الإشارية، هذوك اللي يقدر يوصل لهذ المراحل هذو راه ما يملك من القدرات أنه يمكن يحقق التميز والتألق والنجاح. كيف في آخر الحوار ممكن تكلموا على توجيهات العام رغم أنك أعطيت التوجيهات في الأول، شنو التوجيهات اللي ممكن نعطوا سواء للتلميذ ولا حتى للأسرة باعتبار النواة اللي كتشكل التوجيهات؟ نعم، شكرا. بالنسبة للتلميذ، التلميذ دابا هو العمود الفقري ديال مسارو ديال مشروعه الشخصي ديال النجاح إلى آخره، ولذلك هو مطالب باش يراجع بزاف ديال الأشياء. إلا بغينا دابا حنا الآن في نهاية فبراير وغادي نمشيو لنهاية الموسم الدراسي، شنو خص الوليد؟ أول حاجة خصو يفكر في التنظيم ديال الوقت، شنو اللي غادي يقرا، فوقاش خصو يفيق، فوقاش خصو ينعس، شنو خصو يدير. ها واحد غادي ينظم الوقت. جوج، لصوص النجاح خصو ينتبه ليهم. شكون هما لصوص النجاح؟ هو الهاتف، هما التطبيقات المعاصرة في التواصل الاجتماعي وغيرهم، هادو كيقدروا يسرقوا لنا الوقت. وإلا بقوا حتى سرقوا لنا الوقت ديال الوليد راه سرقوا لي حياته كلها، وحنا معروف بأن اللي كيقدر يسرق الوقت كيقدر يسرق الحياة ويسرق النجاح إلى آخره، وهنا التلاميذ خصهم ينتبهوا. ثلاثة، العلاقات ديالنا، راه الصديق خص يكون الصديق ديالي صديق الأمل، صديق النجاح، وليس صديق الانحراف وصديق ربما ديال الدخول في مغامرة العنف مثلا تجاه المدرسة ولا تجاه الوالدين ولا تجاه جهات أخرين إلى آخره. أربعة، هو الهدف خص يكون واضح في الدماغ. شنو هو الهدف؟ واش باغي تنجح؟ خصك تقرأ. باغي تقرا شنو خصك دير؟ عندك مواد الامتحانات الموحده وعندك مواد ثانويه، كيفاش يمكن لي ننظم بها ونزوج بها؟ هنا فين كتكون ربما مهمه جدا. خمسة، هنا التوجيه. دابا المسار ديالي غادي نطلع للثالث اعدادي، نطلع للجدع مشترك، ولا غادي نطلع للاولى اعدادي، ولا غادي نمشي للجامعه. دابا هنا هذا كيكون مشروع شخصي للتلميذ باش يفهموا المستمعين المشاهدين شنو هو المشروع الشخصي للتلميذ. هو عنده واحد الهدف مهني، مثلا بغيت نصبح محامي مثال، زائد واحد الخطه كنخدم بها باش نوصل لذاك الهدف. اذا التلميذ الى وضح له الرؤيه ديال المشروع الشخصي ديالو فين باغي يمشي كيسهل عليه يخدم. وهنا كنقول بان النجاح ممكن عند الوليدات اذا تدخلت الاسره بما هو ايجابي وتدخل المجتمع بما هو ايجابي بكل هيئات والمنظمات والمؤسسات ديالو، والتلميذ دار الهدف ديالو واصر على التحدي، فبكل تاكيد انه غادي يوصل للنجاح. سيد حميد، مع جرعه الامل، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم في مؤسسة المؤسسة الإعلامية الكبيرة أنفاس بريس، شكرا سي منير، ونتمنوا التوفيق لوليداتنا لأن وليدات بلادنا هما الجيل ديالنا ديال غدا، هما أماننا في المستقبل.